عم توجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مصير مجهول بالنسبة لعملها الفني حالياً بسبب الأزمة اللي عم بتعيشها بعد اتهامها بالإساءة لنهر النيل وبالتالي الإساءة لبلدها مصر. ومن المقرر أن تخضع شيرين لتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية بمصر يلي أصدرت قرارها بإيقافها عن الغناء، وحتى اليوم ما تم التحقيق معها، بس تسريبات من داخل النقابة أشارت أنه رح يتم الاكتفاء بلفت نظر شيرين لعدم حدوث أي تجاوز تاني بحفلاتها أو تصريحاتها، وأنه رح يتم رفع قرار الإيقاف بعد تقديم شيرين اعتذار تاني خلال التحقيقات. وأشارت التسريبات كمان أنه من المقرر يتم الاتفاق مع شيرين على إحياء حفل خيري بمصر. بس الأزمة ما خلصت هون، فعم بتواجه شيرين قضية تانية مرفوعة من أحد المحامين بتهمة الإساءة لسمعة مصر، وتم تحديد موعد الجلسة الأولى بنهاية الشهر المقبل. لتعرفوا كل أخبار النجوم اللي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بها الخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.